بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم ومن تبعه بإيمان في الإحسان والدين. الأخ الأمين العام، الإخوة أعضاء الأمن العام، الإخوة الأخوات أعضاء الحزب والمتعاطفين والمتعاطفات معه، السيدات والسادة رجال الإعلام، حزب العدالة والتنمية في هذا اللقاء وفي هذه المناسبة ديال الاقتراع الجزئي مشاركته فيها الكثير من الرسائل، كثيرة هي الرسائل اللي كاينة في هذه المشاركة. طبعا غادي نتوقف عن ثلاثة الرسائل، ما غاديش نطول بزاف، غنتوقف عن ثلاثة ديال الرسائل في التقدير ديالي عندها وزن ديالها في نقراوها في هذه المراد في هذه المشاركة. الرسالة الأولى، حزب العدالة والتنمية الجينات ديالو، الكينونة ديالو عصية على القتل، عصية عن الإماتة. قداش ما دار في حقه الآن، الأسباب ما غندخلش فيها لا تهم، ولكن مهما أريد لهذا الحزب أن يخرج من الواجهة الحياة السياسية هذا غير ممكن، غير ممكن، لأن حزب العدالة والتنمية الجينات ديالو، الكينونة كيفاش مديور أنه يستمر في الاشتغال، مرجعيته باش كيشتغل مرجعية ديال الاشتغال المستمر دون توقف، اللي كتغير الأساليب ديال الاشتغال بحسب المواقع التي يكون فيها. كنا في قيادة التسيير نشتغل بأدواته، كنا في المعارضة نشتغل بأدواته، كنا في بوابة القبر نشتغل بأدواته. إذن ما هذا كاين مشكل، حنا غنشتغلوا، فين ما بغاونا نكونوا غادي نشتغلوا، غنستمروا في الاشتغال ديالنا. وهذا اللقاء هو إشارة قوية أن هذا الحزب الذي أقوله هو هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه، رغم الذي يمكن أن يقال في هذا الاتجاه، فهذا الحزب الحمد لله يتمتع رغم كل الإكراهات، رغم كل الشوائب، رغم كل الصعوبات التي مر منها، يتمتع بالقوة والقدرة ديالو على استعادة المبادرة والدور ديالو في العمل السياسي. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، أسباب النزول ديال هذه الانتخابات التشريعية الجزئية. هذا واحد المرشح الذي جيء به فيما قيل عنه من النخب ديال تنياش وتنبير، اللي ماشي ولد الدائرة، ما عنده حتى علاقة بها، وخذ القضية من الناحية السياسية زعما لا تزعج، ولكن عمر ما سمعنا بالاسم ديالو في 3 سنوات وهو برلماني. لا نحن سمعنا بأنه دافع عن قضية، ترافع عن مواطنين، واكبهم في معالجة مشاكل، ما عمرنا سمعنا به. مني كاع جينا نسمعو سمعنا بتجريده، وحتى القضية ديال التجريد ماشي بشي قضية عندها صبغة سياسية، عندها شي قضية دفاع عن المواطنين، في قضية جنحة إصدار شيك بدون رصيد، في قضية تم تجريده لأنه قدم شيك بدون رصيد. هادو هما النخب، وهو جزء من هاد النخب التي جاء بها وأرغمت على المواطن ولا ألزم بها المواطنون في 8 وتنبير. للأسف هضر فيها هضر ديال الزمن التنموي ديال البلاد، هادي فيها رسالة ديال القتل السياسة ككل. مني ولي المواطن كيشوف النماذج في هاد القبيل، فشنو غايجي للسياسة؟ شنو غايدير فيها؟ لذلك مرة أخرى حزب العدالة والتنمية في الرسالة الأولى من مسؤولياته بهذه المشاركة أن يواجه كل المحاولات ديال القتل ديال ما هو سياسة. ولذلك هذه المشاركة حنا الرهانات فيها كثيرة ومتعددة، ومنها أيضا مرة أخرى أننا نواجه اللامعنى في مجال السياسة بمحاولات الدفاع عن السياسي الحق. هاد السيد اللي تم التجريد ديالو اللي اليوم غادي نعاودو المقعد ديالو من جديد، لانه ما عنده حتى علاقه لا بدفاع المواطنين ولا على المصالح ديالهم ولا على القضايا ديالهم، ها هو النموذج. بدون مبالغه نكاد نجزم ان هاد الشيء لما يقف بعده عند حدود الحالات الاستثنائيه، فين كل نهار حنا العدالة التنمية ياك بعيد ياك ماشي في التسيير ياك ما كيسير جماعات، الذي نقراه اليوم على مستوى الجماعات رهيب
كنا كندوزو مود عاد كتشوف شي منتخب قدموه وكذا تم عزلو. اليوم داك الشيء عندنا ولا بحال لازم كل نهار كيطلع فيه الجديد. الرساله الثالثه معشر الاخوان الاخوات، حزب العداله التنمية غادي يخرج للحمله ديالو الانتخابيه بوجه احمر براسو مرفوع باش يتلاقى مع المواطنين. علاش؟ شتي مني كنا كنجيو قبل ما تكون عندنا تجربه كنا كنتكلموا بالخطاب وكنجتهدوا وكنقوموا كنحاول. اليوم بين ولا امام عيون المواطنين الممارسه الحصيله دزناها في التدبير، وهاد الناس اللي جاو مورانا عندهم حصيلتهم اليوم في حق احنا عندنا الحصيله، وهادو اللي جاو مورانا عندهم الحصله حيت واحلين في التدبير داك الشيء كيديروا. اليوم ملي غنخرجوا عند المواطنين غنبقى في وحده، ما غنطولش ما غنتكلمش على الامور السياسيه ديال الحكومه. انا عارف الاخ الامير عمرو يتكلم على داك الشيء، غنوقف على مستوى الله. الله اعلم الله اعلم الله اعلم. ويلا ما دواش علاش غيدوي علي، الا ما دواش علاش غيدوي علي. الله اعلم الله اعلم. طيب انا نتكلم على وحده، على وحده في الحصيله وفي الحصله ما يرتبط، ومع وحده من وسط بزاف الحاجات في العمل الجماعي. كنا في الجماعه ديال الرباط 2015 21، هاد الناس جاوا مورانا 21 الى الان. غنتكلم على جانب واحد، اسالوا اليوم المواطنين يديروا المقارنه في مساله ترتبط بشكل مباشر، هي الخدمات المباشره، هي خدمات النظافه، خدمات الاناره، الخدمات ديال الموتى اللي هي اساسيه بالنسبه للمواطنين، والخدمات على مستوى الملحقات الاداريه. ما يحتاجوش دابا نجيو نقولوا للناس راك، لانه اليوم الناس كتعيش مني ما يلقاوش من غيتشكاو، ومني غيتشكاو ما يلقاوش اللي تجاوب معاهم، وملي لا تجاوب معاهم مشات مده. اليوم كاينه عقود للاسف الشديد ديال النظافه وديال الاناره اللي هي مهمه، ما كانتش في الوقت ديالنا، ولكن للاسف الشديد لا يستفيد منها المواطن بالشكل اللازم. فلذلك هذا الشيء ما بغيتش ندخل في التفاصيل ديالو، غنخرجوا بوجهنا حمرين براسنا مرفوعين، لان اولا كنامنوا بهذا البلاد، كنامنوا بالسياسه، مستعدين ان نواجه كل محاوله ديال قتل السياسه، وخارجين بحصيله جد مشرفه لما قمنا به على مستوى العمل ديالنا الجماعي، وطبعا على مستوى العمل الحكومي. اختم اليوم السي عبد الصمد ابو زهير مرشح ديال العداله والتنميه، هذا ترشيح ديال واحد الاخر، انما حنا كنا اللي مرشحين، كل واحد فينا هو عبد الصمد ابو زهير، كل واحدة فينا هو عبد الصمد ابو زهير. ولذلك الاخوان والاخوات تتوجه الى المناضلين الحزب والمتعاطفين معه، كل واحد بالجينات ديالنا مرة اخرى يدير راسو في هذا الموقع، وغينوض يدير الحملة كانه كيدير الحملة. حنا ما كنديروش حملة لراسنا، ولكن نشتغل بهذا المنطق، وعندنا رهان قدامنا تحدي كبير هو التحدي العزوف. العملية السياسية عموما فيها العزوف للاسف الشديد، فما بالكم بانتخابات تشريعية جزئية لما يعلم القوم انها موجودة. اذا قدامنا رهان وتحدي للمواجهه ديال العزوف بالعمل ديالنا الميداني كما كنا دائما، ورهاناتنا ليست على المقعد فقط، انما رهاناتنا في القيام بادوارنا السياسيه تجاه بلدنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.